الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، أيها السيدات الفضليات، جاليتنا المغربية المقيمة بديار المهجر، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي معكم وإليكم في هذه الدقائق المباركة سيكون عن موضوع في غاية الأهمية، إنه موضوع التفاؤل واستقبال غد أفضل. أيها السادة الكرام، إن المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل يجعل بعد العسر يسرا، ويجعل بعد الشدة فرجا، ويجعل سبحانه وتعالى من كل ضيق مخرجا. وقد أكد ذلك القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فما من عسر عسر أنزله الله تعالى إلا وبجانبه اليسر. ولهذا أيها السادة الكرام، إن ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا عن التفاؤل وينهانا عن التشاؤم، بل إن الله تعالى ذم في القرآن الكريم أناسا يتشاءمون ويتطيرون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. أيها السادة الكرام، إن المتأمل في سيرة الأنبياء والمرسلين يجدهم سادة في التفاؤل، قادة في حسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه. فهذا نبي الله عز وجل إبراهيم عليه السلام لم يرزقه الله تعالى الولد حتى بلغ من الكبر عتيا، ولكنه مع ذلك لم ييأس ولم يقنط ولم يتشاءم، بل بدا متفائلا ودعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، فاستجاب الله تعالى له دعاءه. قال الله تعالى في القرآن الكريم على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. فكان الجواب من الله تعالى بعد ذلك فقال: فبشرناه بغلام حليم. وهذا نبي الله تعالى زكريا عليه السلام لم يرزقه الله تعالى الأبناء والذرية، ولكنه لم ييأس ولم يقنط ولم يتشاءم، بل دعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه ورزقه الذرية. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وهذا نبي الله عز وجل أيوب عليه السلام قد مسه الضر فاستجاب الله فدعا الله تعالى فكشف الله تعالى ما به من ضر. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهذا نبي الله تعالى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قيل له بأن ابنك يوسف أكله الذئب، وبأن ابنك الآخر سرق وهو الآن في السجن، لكنه لم ييأس ولم يقنط ولم يبدو متشائما، بل بدا متفائلا وكان يعتقد اعتقادا جازما بأنه سيأتي يوم من الأيام وسيجمعه الله تعالى ببنيه. ففعلا وقع ما كان ينتظر، وهو أن الله تعالى جمعه ببنيه. وقد ذكر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه
ولا تيأسوا من روح الله، وهذا نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. إن المتأمل في سيرته يجدها مليئة بالتفاؤل، يجدها مليئة بحسن الظن والاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فرسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم حينما كان مهاجرا فاختفى بمعية صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غار ثور، والأعداء يبحثون عنهم، بل إن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي بدا متفائلا، الذي بدا محسنا الظن بالله تعالى. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد سجل ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم في بداية دعوته إلى الله، فإن أصحابه قد تعرضوا إلى الاضطهاد وإلى التعذيب وما إلى ذلك، فاجتمعوا حوله وقالوا له: يا رسول الله، ألا تدعو الله تعالى لنا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستظلا بظل الكعبة، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان من قبلكم الرجل يجعل في الأرض ثم يجعل المنشر فوق رأسه فيقسم قسمين. ثم قال لهم: إن الرجل كان من قبلكم يمشط له بأمشاط الحديد دون عظمه ولحمه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ما يصده عن دينه. وقال لهم بعد ذلك: والله ليتمن هذا الدين، وليصيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا في التفاؤل وحسن الظن والاعتماد على الله والتوكل عليه جل وعلا. أيها السادة الكرام، إننا في أمس الحاجة إلى التفاؤل في هذا الزمان، وبسبب هذا الوباء الذي انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، نحن في أمس الحاجة إلى التفاؤل وإلى أن نحسن الظن بالله عز وجل ليبدل حالنا إلى أحسن الأحوال. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان يحب التفاؤل وكان يكره التشاؤم، بل إن كثيرا من الأسماء قد غيرها لدلالتها التشاؤمية وبدلها إلى أسماء فيها ما فيها من الحسن والتفاؤل وما إلى ذلك. أيها السادة الكرام، إن التفاؤل به يعيش الإنسان سعيدا، مرتاح البال، مطمئن النفس، ينشر في من حوله الرحمة والطمأنينة والسكينة وما إلى ذلك. ثم إن المتفائلين في كثير من الأحيان ينجحون في أمورهم، لأنهم يحسنون الظن بالله ويعتمدون على الله وينظرون إلى الأمور جميعها بإيجابية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، كما نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا من المتشائمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.